اتبرع عشان نقدر نداوي قلوب أكتر. مركز أسوان للقلب الجديد مفتاح قلوب أكتر بين إيديك. مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، من القلب للقلب. فتنتقل بهذا الفناء، فناء العلم، بعلمك بهذا الأمر، من حال احتجاب بالمعرفة عن المعروف إلى حال فناء، أن تفنى عن المعرفة بالمعروف. قال: فناء المعرفة في المعروف وهو الفناء علما، فلا يبقى له مطلوب لظفره بمطلوبه. خلاص، نقلك العلم إلى المعلوم والفهم إلى المفهوم. الرتبة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه بالوصول إلى المطلوب، وفناء شهود المعرفة بالعيان، وفناء شهود العيان بالجمع. ما معنى هذا الكلام؟ الرتبة الأعلى فناء الشهد شهود الطلب. ما هو مرادك؟ ماذا تطلب في سيرك إلى الله؟ أطلب الترقي، أطلب تهذيب النفس، أطلب التخلي والتحلي، أطلب التجلي. فهذا مطلب أنت تشهده في حياتك، أمامك تصبح وتمسي، وهذا مطلوبك. الرتبة الثانية من حال الفناء الذي يحصل للمحب العاشق المولى أنه يفنى عن شهود الطلب. لماذا؟ لأن الطلب قد سقط بالوصول إلى المطلوب، هو يشهد أمامه مطلوبه، فهو فني عن شهود الطلب. كان يطلب الوصول إلى المطلوب، إلى المحبوب، فلما دخل حضرة المحبوب فني عن ذاك الطلب، المعاناة والمجاهدة والمكابدة والترقب والانتظار، كل هذه قطعت مسافاتها. وفناء شهود المعرفة، شهود المعرفة بالعيان. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساء وصباحه بيسألني عليك.